بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتوره ميرفت ابو المعاطي، استاذ امراض القلب ورئيس وحده الكتروفسيولوجي في جامعه عين شمس. والنهارده شهر 10 2017، هتكلم في اكسند موديل بروجرام وللمين ستريم بالبيتيشن اند سينكوبي. الهدف من البرزنتيشن ده ان احنا نعرف what is palpitation and syncope and the main causes of palpitation and syncope and history taking and in order to help us to reach diagnosis and examination features and investigation like ECG and different investigation tools عندنا to diagnose tachy and bradyarrhythmias causing palpitation and syncope. نبتدي بأول حاجة عندنا هي البالبيتيشن. What is palpitation؟ palpitation عين بيجي يقول لك أنا حاسس إن ضرباتي سريعة أو ملخبطة أو ضربة بتيجي وبتقف. في الحالة دي لازم تفهم منه السيمبتومز بتاعته وتاخدها واحدة بواحدة. Palpitation is awareness of heartbeat. كلنا ما بنحسش بقلبنا إلا لما يبتدي يلخبط، سواء لخبطة ده بالسرعة أو بالبطء أو بالإيريجولاريتي. دي اول كومبلينت لعيان الاريزمي عندنا. اول ما يبتدي يقول لك كده وي هاف تو تيك فول ديتيلد هيستوري من الانست، امتى بتجيلك، بتجيلك ازاي، البريسيبتيتنج فاكتور ليها، بتقعد عليك قد ايه، الاعراض المصاحبه ليها، بتنتهي ازاي، هل في معاها لوس اوف كونشسنس و من البالبيتيشن، والاسوشيتد سيمبتومز من البالبيتيشن دي هي اللي ممكن تقول لك هي حقيقيه ولا لا، هل في بتحصل عن لما بيتعرض لموقف معين ولا لا. What is syncope? Syncope is transient loss of consciousness due to transient global cerebral hyperperfusion characterized by rapid onset, short duration and spontaneous complete recovery. Syncope دي هي فقدان الوعي، هو فقد الوعي، ولما انت بتفقد الوعي بتفقد الكنترول على جسمك، تفقد الكنترول على جسمك يعني الجرافيتي بتستطيع انها تنتصر عليك وتقع، يبقى loss of consciousness, loss of muscle power, loss of control. ممكن السينكوبي يؤدي الى loss of sphincter control. وطبعا لما تبتدي تاخد good history of syncope لازم توصل هل السينكوبي ده هو true syncope ولا لا. في يتشابه معاه الفينتينج، الفينتينج ده هو شاعر وحاسس باللي حواليه لكن مش قادر to keep his postural tone، مش قادر يقف على رجليه فبيقدر فبيضطر فبيقع غصب عنه، لكن هو دريان باللي حواليه، سامع الناس، يمكن he has not enough power ان هو يرد عليهم، ف this is fainting. Presyncope اللي هو حاسس انه هيغمى عليه هيغمى عليه لكن he could resist this او في الاخر ما اغماش عليه. Causes of syncope, the most common cause is neurally mediated syncope اللي هي بنسميها vasovagal syncope. Vasovagal syncope أو وشبيهه الـ orthostatic hypotension. وبعدين هندخل على true cardiac syncope اللي هو arrhythmic syncope، سواء تاكي أريزمي أو برادي أريزمي أو low cardiac output نتيجة obstruction في الـ valves أو في الـ outflow tract أو في الـ cardiac output عامة. النيورو-ميديتد سينكوبي اللي هو الفازوفيجال سينكوبي اللي هو أول تشخيص أهمهم، اللي هو بيجي من البيزول جيريش ريفلكس اللي بتعتمد على الفيجال فايبرز سيمباثيتك فايبرز، وبتعتمد على اللي بتعتمد على السي ان اس السينابسس فوق، وبتؤدي إلى سيفير هايبوتنشن برادي كارديا والاثنين مع بعض او الاثنين مع بعض، ودي نتيجتها يحصل loss of consciousness, loss of muscle power, loss of control syncope. Orthostatic hypotension دي ما فيهاش loss of consciousness بس لما الواحد يقف blood pressure يوطى خالص وممكن يبقى صاحبها increase في الهارت ريت لكن ما فيش loss of consciousness. Cardiac syncope هو الاريزميك سينكوب اللي هو تاكي اريزميا برادي اريزميا او لو كارديك اوتبوت، دي هنتكلمها بالتفصيل. History is the most single important step in the diagnosis of syncope زي ما قلنا الايتمز كلها. ومش بس كده، لازم ناخد في اعتبارنا انا لما هاجي احكي لك عن حاله حد حصل له syncope لازم ندخل في الايتمز اللي هنقولها دلوقتي. How to think about arrhythmia. اول حاجه الديموغرافيك داتا، لازم تسالني هو ميل ولا فيميل، ايج بتاعه ايه، ال underlying structure heart disease، السينكوبي حصل precipitated بايه، يعني شاف منظر مرعب،
حد قام ولا كان نايم وقام مره واحده من السرير، ولا افتر سيفير اكسرسايز، ولا كان قاعد على الكرسي في محاضره، ولا في الحر واقف في طابور الجمعيه، ولا ايه. تاني حاجه يبقى ايه هي حصلت ازاي الـ سواء البالبيتيشن او السينكوب او الفينتنج حصل ازاي. اسوشيتد سيمتومز، لان دي بنعرف منها هو الاريزما دي ذات سيفير ولا لا. منها الهايبوتنشن اسوشيتد سيمتومز، سيمتومز اوف ايه، انجينا، بلاك اوت، بليرنج اوف فيجن، ديسنيا، سيفير ديسنيا، سيفير تشست بين. دي اسوشيتد سيمتومز لما بيجي لي البالبيتيشن انا بحس. وفي بقى حاجات بتحصل اللي هي تبقى بتدق في رقبته، يعني يقول لك اول ما بيجي لي البالبيتيشن انا بحس ان انا مخنوق لان الضربات بتدق في رقبتي. دي بتساعدنا ان احنا نقول ان وممكن يعقبها اغماء او لا. البالبيتيشن والسينكوبي لازم يبقوا الاثنين وانت بتسال عليهم بتوصل من ده لده. قبل ما بيغمى عليك بتحس بضربات قلب سريعه، او لما بيحصل ضربات قلب سريعه بتوصل لك للسينكوب ولا لا. بعد كده نهايه الايفنت، نهايه الحدث، الضربات دي خلصت ازاي؟ خلصت في البيت ولا رحت اضطريت تروح ايمرجنسي روم عشان تنتهي؟ لما رحت الايمرجنسي روم وعملوا لك، حطوك على المونيتور وحطوك على عملوا لك رسم قلب، معاك الرسم ده مش معاك؟ طيب انتهت ازاي؟ لا ده انا هناك ادوني صدمه او ما ادونيش صدمه، لا ده ركبوا لي كانولا وعلقوا لي اميدارون، او ادوني اي في ايزوبتين، او ادوني اي في ادينوزين. ده منه تعرف انت الازمه دي انتهت ازاي. ولا انا راح واحد خلاني احزق وانفخ في ورا ظهر في ورا ظهر ايدي، او حطوا للطفل لابني ميه ساقعه او ثلج على خدوده عشان يوقفوا له الازمه دي. طيب انت لما حصل لك الحكايه دي كان في ناس حواليك، ولو الناس دول معاك، مامتك، باباك، اخوك، صاحبك، زمايلك، طيب تروح بقى تسال بقى الجمهور ده. حضرتك كنت واقف، طب لما زميلك ده اغمى عليه في الشغل كان بيعمل ايه؟ كان بيتخانق؟ كان طب لما اغمى عليه وقع في الارض، لما وقع في الارض اتخبط؟ وانت تسال عيان، طب وريني الخبطه، طب وريني لو جالك وعينه مخبوطه وزرقه حوالين عينه، دي طبعا ده اكيد حدث مهم حصل. لازم نسال الناس اللي شافوه، لازم نشوف الدوكيومنتيشن اللي معاه، ولازم نشوف القصه حصلت ايه. فاميلي هيستوري، هل حد في العيله مات في سن صغير او مات في سن كبير، او لو عندنا في العيله اسكيميك هارت ديزيز في سن مبكر قبل ال 40 سنه ولا قبل 50 سنه في الفيميلز، يبقى لازم نعرف هل في موت فجاءه في سن صغير او اثناء حدث معين في العيله. هل حد في العيله مركب جهاز صدمات؟ هل حد في العيله مركب جهاز منظم؟ عشان نعرف نوصل لايه القصه بتاعتنا. يبقى presentation of arrhythmia اللي ممكن تبقى presented للعيان للمريض وهو بيقول لك palpitation, syncope, fainting. cardiac arrest يعني واحد جاله حدث، الحدث ده استدعى ان هو ينهو بالديس شوك او بالادفانس كاردياك لايف سبورت او بيزك لايف سبورت في نادي، في مستشفى، على باب العياده كده. او ان عيان يجيله رايح يقدم في كليه عسكريه، بيعملوا رسم قلب، وجدوا ان الاي سي جي فيه وولف باركنسون وايت سيندروم، لكن عمره ما جاله سيمتومز. هاو سيريوس الاريزمي حصلت دي، يعني معاها تروما زي ما قلنا، هل في لوس اوف سفنكتر كنترول، هل وقع اتكسر ودخل عمل شريحه او مسامير، او عمل حادثه وقتل واحد وهو العربيه فقد الكنترول العربيه وخبط حد. كل دي تقول لك هاو سيريوس ذا كونديشن از. بعد كده نبتدي الاكزامينيشن، نبتدي الانفستيجيشنز. الاكزامينيشن زي اي جنرال اكزامينيشن، بالس، بلاد بريشر، بريفرال بالسيشن، نعرف بيها كل الاحداث اللي عندنا. وات ار ذا مين لاينز الانفستيجيشن؟ قلنا الاكزامينيشن انفستيجيشن اللي هي اي سي جي، ايكو، ممكن كوروني انجيو، مالتي سلايس سي تي، ممكن نوصل ان احنا نعمله الكتروفيسيولوجيكال ستادي، ممكن ان احنا نحتاج ان احنا نعمله هولتر مونيتور، تيل تيبل تيست، ايفنت لوب ريكوردر. كل الانفستيجيشنز، ايكوكارديوجرافي، كل الانفستيجيشنز اللي توصلني للتشخيص. مين لاينز اوف تريتمنت طبعا اكوردنج للسبب، هل هو اوبستراكشن، هل هو عنده سيفير اورتيك ستينوزيس او هايبرتروفيك كارديوميوباثي، او في سيفير فالفولار ليجن، او ده ولا ستراكشر نورمال هارت. الاي سي جي نفسه لازم ناخده بعين الاعتبار ان يكون في الكتريكال
بروبلم موجوده فيه، سواء تاكي مثلا تشانيلوباسي، لونج كيو تي سيندروم، برجادا سيندروم، كل الحاجات دي هتشوفوها في الحالات اللي احنا هنعرضها بعد كده. ايه الحاجات اللي ممكن تحصل اوبستراكشن غير الاورتيك سنوزز والهايبرتروفيك كارديوميوبس؟ سيفير هايبرتنشن ممكن يحصل معاه احداث اخرى تدخل العيان في لوس اوف كونشسنس. في حاجات دي احنا بنتكلم على الكاردياكوزز، انا عايزاكم تروحوا تقروا على النون كاردياكوزز اوف سينكوبي، سواء ميتابوليك او نيورولوجيكال او هيستيريكال. ممكن هيستيريكال نفسها تكون هي القصه بتاعتنا. بس شكرا جزيلا.